فإذا من أسوأ ما فعله المرجئة آثاره في الواقع إفساد حقيقة الشهادتين ومعناها وإنكار شروط لا إله إلا الله. خلاص ما لها شروط، ما لها شروط، وعندهم أي اتفاقية دنيوية، أي عقد كذا، عقد عقد بين شركتين فيه 20 شرط 50 شرط وتفسير وبنود، وإذا جيت للعقد اللي بين الإنسان وربه ما له شروط عندهم أبدا، مجرد لفظة لا يرضونها في معاملة دنيوية، وبالعقد اللي بين المسلم وربه صارت مجرد كلمة باللسان. طيب وين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي وحسابهم على الله؟ وينه؟ وينه لا إله إلا الله مفتاح، وإذا ما له أسنان ما يفتح لك الأسنان هي العمل؟ وين كلام السلف في هذا؟ وهذا هذا هذا عقيدة المرجئة أدت إلى التهاون في العبادات، الفرائض، التفريط في حدود الله، انتشار الفجور، الفساد الأخلاقي، انتهاك الحرمات، الفواحش، لأنه كله ما تأثر في الإيمان، إيمانك كامل. الاستهانة بحكم الشريعة، مو لازم حكم الشريعة، مو لازم، ممكن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وراضي بالقانون الوضعي وأحكم القانون الوضعي وألغي الشريعة كلها، ألغي الأحكام كلها، ألغي القضاء الشرعي كله، وأنا أقول أشهد شهادتي هكذا.